ضيفتنا متعددة المواهب، رقص، غناء، تمثيل وتقديم البرامج. النجمة مايا دياب. رح منشوف إذا رح تكوني ذكية أو حمارة. ميت سؤال مع راغدة شلهوب. أي نوع من السيارات بتحب تجيبي؟ إيه معرض سيارات أنا. أنت قلتي لو لبست كيس خيش بده يطلع علي سكسي. 100%. مش هيك أنت قايلة؟ لا يفكر في المرأة إلا في الجنس فقط. من غيره الرجل. يعني بالسوم. كل رجال هيك؟ أكيد. هيدي أغاني من التراث وأغاني قديمة وتقيلة لعبد الحليم حافظ، معقولة ترقص وتتدلع عليها بهذا الشكل؟ الأغاني انعملت لنرقص ونتدلع عليها. أنا مع إتاحة زواج المثليين في الوطن العربي. هيدي أنا بالنسبة لإلي حرية شخصية، يعني أنا أصلاً ضد هيدول الأشياء. لو بتختاري ديانة أخرى غير المسيحية، أي ديانة بتكون؟ لا ديانة. النجمة مايا دياب في 100 سؤال. كده برضه تسيب أحلى الأيام اللي ما بينا. فاضل شاكر بقول له لا تستحق الكلمة أصلاً اللي بدي أقول عنها. الله مهاجم ناطر مني أنا هجمه. سلاح حزب الله في لبنان ضمان لاستقرار لبنان أم تهميش لدور الهش؟ لعني على الميلفون. لماذا وصفت الأسير بالحيوان؟ لأنه حي. بعد الحيوانات زعلت يعني. تهموكي بأنك على علاقة حب وائل كوري. مين إله معي؟ ومين إله خصة فيه؟ وإنت شو خصتك فيه بهذا الموضوع؟ أنت مع المساكنة؟ أنا قلت قبل مرة إيه؟ وهذا ما قمت أنا به. ما عندك مشكلة تكون بنتك بعدين عاملة مساكنة مع أحد؟ هذا الشيء بيرجع لي، ما ضروري جاوبك عليه هلأ يعني. بيرجع لك إلي؟ لا بيرجع لك إلي؟ 100 سؤال مع راغدة شلهوب غدا 11 مساء، ويعاد في الأوقات التالية على الحياة.